السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بألف خير وبكل عافية رب عدت لكم يا أساطير في فيديو جديد ان شاء الله شباب يعني نرجع بقوه باذن الله في اليوتيوب تعرفوا الناس كل ليت انه نحنا غبنا شويه شباب ليمت هذه تقريبا عننا 4 ايام او اكثر شباب حتى يعني خمسه ايام نسحبنا على القناه ان شاء الله شباب عودة باذن الله ما تنسوش انكم تحطونا كلايك كل وتشتركوا معنا في القناه شباب ماكس سيبار ويرحم والدين اي شخص شباب دعمنا بلايك او اشتراك او بارتاج يعني وشكرا لك خويا العزيز باش شباب كما تعرفوا الناس كل انه ان شاء الله شباب نزل مع... راح ينزل معنا حدث جديد اليوم راح نشوف شباب الحدث وراح نحرقه باذن الله تعالى مثل ما تشوفوا نبحث شباب على الحدث كما تشوفوا هذا هو شباب الحدث اسم الحدث يعني قبضة الخنجر الحدث يبدأ من يوم سبعة مارس حتى اليوم يا اساطير كما تعرفون كل يعني اللي اللي يريد شباب على طريقة يعني شحن جوار وكل شيء يشترك شباب في القناة ان شاء الله شباب راح نعود ننزلكم يوميا بإذن الله بشكل يومي عن طرق شحن وكل هذه الأشياء بإذن الله هي اساطير كما تشوفوا شباب يعني تقريبا فيها شباب كثير من الجوائز فما قبضة الخنجر وكذلك كاتانا شباب وكذلك حقيبة حقيبة باهي اساطير ننتقل للحدث ونشوفوا آه هيئة الحدث يعني او شكل الحدث شباب وكيف راح نقدر ان نحصله شوفوا شباب بالله شوفوا يا اساطير يعني الحاجة شباب اللي انا نكرهها هما اللي جابوها والله يا اساطير لا فهمتم انا كارينا اقسم بالله الحاجة يعني شباب اللي أنا نكرهها هي هي اللي جابوا هذي كما تشوفوا الشباب يعني عندك لهنا الجوائز في يجيبولنا ما حاجة نختاروها ما جابوا لي حتى شيء اساطير به عندك تقدم الى الاختيار اساطير كما تشوفوا ما مش هذوما ما مش هذوما اكيد راح نختاروا شباب الخنجر وكذلك اساطير الكاتانا وكذلك حقيبه الطائر وشني حاجه اخرى شباب قلنا الرابعه لازمها تكون مع الجوائز ما عندي شباب اي حاجه انا يعني الحقيقه لك راح نختار قطعنا القناع هذا شباب الذهبي بسم الله شباب ونضغط على كلمة تأكيد كما تشوفوا شباب انه الناس كله لازم تجيب هذا يا شباب الفوقاني بالكل يعني بس تنجم تقدر انك تحصل على اي شيء من هذا بس تحصل على اي شيء بسم الله اساطير نقوم باللف تسعة جواهر يا اساطير كيما تشوف يا أساطير ان شاء الله خويا او شباب حصلنا على صناديق قناة صانع الستيريو في بالي حصلنا يعني على البطاقة هذيك اللي تقدر انك تدور بها شباب مجانا بسم الله اساطير خلينا نشوفوا 19 جوهر يا اسطوره ب 19 جوهر خلينا هل نقدر شباب ان نحصل او لا باهي اساطير كما تشوفوا يعني حصلنا عليها فقط على صناديق غناء صندوق غنائم سلاح العين الموت شباب اللي عندها بالرسمي كاس حسود نتاعها تاعها باهي اساطير شنعملو ريفريش للصفحة شباب كما تعرفوا الثغرة نتاعنا ونعمل يعني شباب اللفة نتاعنا وراح نشوف شباب الحظ بسم الله كما تشوفوا يا اسطوره 59 جوهره تقدر انك تعمل لفه ما حصلنا على حتى شيء حصلنا على صندوق نعم اسلحه هذاك اللي فيه يعني كما الديجل وفما برشا حاجات شباب مزيانه كما تشوفوا اللفه حاليا وصلت شباب يعني 100 جوهره يا اسطوره المئة جوهره يا اسطوره وصلت اللفه ان شاء الله شباب يعني نقدرش نحصلوا لاي حكايه كما تشوفوا يعني الحظ شباب خايس اصبح بسم الله يا اساطير حنشوف الحظ ليه عاد كارين ليه عاد كارين ليه عاد كارين كما تشوفوا يا شباب اللفة شباب الاخرانية هي بسبعة مئة جوهر اسطورة ما راح نكمل شباب راح نلف فقط يعني اللفة هذية وراح نشوف بسم الله شباب ان شاء الله تطلعنا يا ربي ليه كارينة ليه كارينة بالرسمي ليه بالصف بالله شباب نحس عاملين عرسك البلعاني ما غير ما نكملوا الولاد ما غير ما نكملوا خويا ما غير ما نكملوا انا مش شباب نشوف الحقيبه بالرسمي الولاد مصدوم تخيل انت واحد يصرف الولاد تقريبا الألف 1400 جوارة ولا قديه في الاخر يعني ما يجي حتى شيء شوف الحقيبه شباب هذه هي الحقيبه اللي ذلتنا عليها وصرفنا عليها تقريبا الف شويه والله يا الولاد ما تستحقش راي والله لا تستحق جمل صحيح هي اسطوريه ما تستحقش 1400 جوهره ولا قديه ما نعرفش عليها ما عادش معناتها ما تستحقش شباب من الأخر من الاخر خويا ما تستحقش ما ننصحكش انك تدور عليه جمل الحدث هذايا لانه شباب ساعه حدث خايس حدث يكلك الجوار كيماريت خويا معناتها الجواهر شباب كلام الكل وما خلينا حتى شيء بي اساطير هكا خويا كونوا وصلنا لاخر المقطع ما تنسوش الاولاد بتحطوا كاللايك وتشتركوا يعني في في القناه الاولاد تعملوا ماكس بارتاج الاولاد باش يرجع التفاعل ان شاء الله وهكا خويا العزيز كان معكم خوكم امين احلى ناس خويا احلى رجله الى اللقاء احلى ناس احلى رجله الى اللقاء